خص الدوري. طيب بالنسبة للحكام، يمكن احنا سعينا ان احنا نعمل تضليل للحكام، ويمكن لما فكرنا في موضوع تضليل الحكام وجبنا خبير اجنبي ان هو يبقى موجود متواجد في اتحاد الكورة. الهدف منه يمكن نقل خبرات اكبر خارجية بالنسبة للحكام. كون التجربة نجحت او ما نجحتش دلوقتي يبقى في تقييمها، احنا خلاص في الفترة الأخيرة بالنسبة لها بنقيمها دلوقتي. في بعض الحاجات، في حاجات كتيرة نجحت يعني، وفي حاجات ممكن يكون أخفقت أو مثلا وجهة نظر الناس معينة إن شايفين إن ما حصلش فيه تطور، لكن التطور معناها إنك أنت بتطلع جيل بعديها تاني بيكمل. بس المختصين في هذا الشأن مثلا جمال غندور، عصام عبد الفتاح، أحمد الشناوي، وحضرتك يعني جالست أو زميلت عصام عبد الفتاح سنين كتير في اتحاد الكورة، والدكتور وجمال غندور والكابتن أحمد الشناوي مع احتفاظ بالأرقام، وعصام عبد الفتاح و لا وسمير عثمان لا سمير عثمان لا بس كابتن وجيه أحمد. كل دول بيقولوا، كل دول كانوا معانا يعني، قالوا ان الراجل فلوس بتترمي على الارض، حرام الفلوس اللي بياخدها. اكيد حضرتك سمعت تصريحاتهم يعني. بص احنا سمعنا كل حاجه، لكن انا عايز اقول حاجه، هل هم برضو كان في لقاء وكان في مداخله في لحظتها، فانا مع الكابتن جمال غندور ومع الكابتن عصام، فانا بقول لهم طب هل انتوا اتفقتوا فعلا لما كان في الكابتن عصام موجود، هل الحكام الخارجي اللي كانوا بره كانوا متفقين على الكابتن عصام؟ هل لما كان الكابتن جمال الغندور موجود كان اللي بره متفقين على الكابتن جمال؟ الكابتن احمد شناوي يمكن يعني قعد معايا ما كملش 24 ساعه او 48 ساعه ومشي. انت حضرتك عايز تقول ان هم منهم فيهم على طول مختلفين؟ بالظبط، هم مختلفين مع بعضهم، ويمكن الفتره الوحيده اللي اتحدوا فيها كلهم في وجود الخبير الاجنبي. يعني لو بمجرد ما موجود واحد اجنبي كلهم متفقين حاليا تحت شعار بقى انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي. لا يعني انما حسينا في تغير، لا في حاجات اتعملت كويسه مع، انا دايما بسال اللجنه، الاعضاء اللجنه اللي كانوا معايا يعني معايا، ويمكن لو انتوا سالتوهم على التليفون هيقول لك لا كان في حاجات بتتعمل صح في اللجنه، ودي اللي المطلوب فيها في الاخر نتاجها نشوف بالنسبه للحكام اللي هتطلع في الاخر، هل في حكام طالعين تاني صف تاني هيطلع كويس ولا لا. ويمكن انتوا شفتوا في فترات معينه ان في حكام صح واعدين طالعين كويسين، هي ده النتاج اللي يبقى من لجنه الحكام. بس اخطاء كتيره جدا السنه دي غيرت في نتائج المباريات، وكل رموز التحكيم قالوا ان ده الموسم الأسوأ تحكيميا. هو يعني مش هننكر تمام، في اخطاء والاخطاء وارده، الاخطاء وارده يعني، وانت بتعاني منها حتى في المنتخب بتاعك، بتعاني منها في منتخباتك لما بتلعب مع اي حد بره بتعاني منها. انديتنا برضو بتعاني من التحكيم بره لما بتلعب في افريقيا او في البطولات القاريه بتاعتنا برضو بنعاني منها. هو اخطاء التحكيم وارده، ورغم كده ان احنا عملنا على حاجه واحده تاني كمان، احنا جينا لقينا الفار موجود، شركه نفسها كانت حسيب اللي ما كانش حد يعرف برضو ان الفار بمجرد ما احنا جينا كانت الشركه نفسها بتصفي عايزه تمشي، لان ما حدش تعاقد معاها ولا حد اتكلم معاها وشغاله كده. بالنسبه لنا احنا عملنا معاها ديل جديد، اتفقنا معاها على مرحله جديده، واتفقنا كمان على تطوير المعدات اللي موجوده، وبدات الشركه تتطور في المعدات بتاعتها. حتى اخيرا دلوقتي في بعض التعديلات تاني طالبينها منها، هيدخلوها على الاجهزه، لان خلاص انت اشتغلت بالفار ما تقدرش تلغيه. صح، تخيل ان احنا بمجرد ما جينا كان الشركه هتمشي، يعني معناها ان احنا جينا ومشيناهم. لو جمال علام رئيس اتحاد الكره في الدوره القادمه، هي اللائحه بتسمح لك؟ بص بالنسبه للانتخابات انا مش هتكلم في الانتخابات دلوقتي، لا لا احنا مش هتكلم. احنا موجودين دلوقتي في دوره معينه بنخلص الدوره بتاعتنا، انا مش هتناقش بعد كده نشوف اللائحه تسمح او ما تسمحش، دي في ساعتها. لا يعني الرد ده مفيش رد دلوقتي اللائحه تسمح؟ لا دي لائحه خلاص اقراها اللائحه وفسرها. لا انا بسال حضرتك وجودك، انا ما بكلمش اقول رايي. لا انا ما بكلمش دلوقتي في انتخابات بالنسبه لي او بالنسبه لغيري. لكن لا انا مش بتكلم في انتخابات، انا بتكلم في اللائحه تسمح بنزول حضرتك، قرارك او لا ده حضرتك خده. انا نفسي ما بصيتش فيها اساسا اللائحه لغايه دلوقتي، ولا فكرت ان انا ادرسها ان كان تسمح او ما تسمحش. بالنسبه لي انا بتكلم مش رد دبلوماسي، انا بتكلم بالنسبه لي انا، لاني في الاخر انت بتقيم تجربتك نجحت لا يعني تمام، ما نجحتش يعني ما كملش. حضرتك وحضرتك رئيس اتحاد الكره المصري وحضرتك استاذ جمال علام، وانا يعني عشرت حضرتك كتير، ما تعرفش سطر سطر في اللائحه بيقول ايه دلوقتي لسه هتقراها؟
بعد ما نخلص كده نبتدي نقرا بعد ما نخلص حلقه ان شاء الله. طيب ما يخص لو حضرتك رئيس اتحاد الكره في الدوره القادمه هتاخد قرار باستمرار بريرا ولا رحيل؟ ما انا بقول لحضرتك التقرير الشهر ده خلاص هو اخر الدوري بتاعنا، المفروض الراجل بيقدم التقرير بتاعه صح نهايه الدوري يوم 18 هيقدم التقرير بتاعه. بس هنشوف التقرير، التجربه بقى لها سنتين، اكيد حضرتك عندك رؤيه مبدئيه. احنا عندنا رؤيه بس التقرير بتاعه في الاخر هيحصل ايه؟ هل التقرير ان هو صنف ناس فعلا طلعت فيها كويسه ولا لا؟ بعد التقرير كله نبتدي نقيم كمجلس اداره وناخد القرار. طب حضرتك حاليا كرئيس اتحاد الكره المصري قبل ما تبص في التقرير يعني بتقيم نجاح التجربه ولا فشلها؟ لا هي ما اقدرش اقيمها دلوقتي نجاح او فشل، برضو بقول لك لما نشوف التقرير، لان ممكن يكون التقرير هو اشتغل على حاجه معينه ونجحت والحاجه اللي احنا مثلا كنا عايزينها ما اشتغلش عليها اساسا. ايه الحضرك اللي حضرتك كنت عايزه؟ يعني احنا اشتغلنا على اساس ان يبقى في تطويل للتحكيم من ناحيه كل المنظومه التحكيميه الخارجيه، مش ان انا مجرد ان اطلع حكم واحد. تمام، هل الحكام دي وصلت؟ هل المراقبين نفسهم اتعمل لهم دورات للمراقبين الحكام؟ هل استفاد منه الحكام في حاجات معينه ولا لا؟ تقنيه الفار في هل هو ليه تقييم فيها تعديل فيها وهيبلغنا بيها ان احنا نعدل 1 2 3 4؟ كل ده لازم نبص في التقرير. هو بصفه عامه المصري افضل ولا الاجنبي لرئاسه لجنه حكام؟ لا انت لو سالتني انا بالنسبه للمصري ولا الاجنبي في اي حاجه هقول لك المصري. المصري في اي حاجه. طب ليه حضرتك استعنت بالاجنبي؟ هو ما عندوش قبول من الناس يعني. ما انا قلت لك برضه سببها ان الخلاف اللي بيحصل في اللجان مع بعضهم هو اللي بيخليك انك تلجا لحاجه برضه. طب عصام عبد الفتاح وجمال الغندور مع كل احترام الالقاب طبعا لما جم هنا قالوا لي احنا علاقه طيبه جدا واحنا لا 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 الكلام ده على الهواء وانت عارف. انا صريح في الحاجات دي انت عارف. مش حبايب. لا لا مش حكايتها مش حبايب، هم حبايب عاديين بس في العمل لا. هتلاقي ده بيتكلم ينقضه ده بينقضه، لا دي حاجه